ألف مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك للمنتخب الفلسطيني. المغرب حاملت اللقب يا عيسى. بالتأكيد، وهو طبعا أغلب لاعبين عندنا في الأندية الخليجية موجودة، وبالتأكيد هو سمو مرشح أبو كرم. أنا اليوم قلت لك قبل المباراة أنه هو كانت من طرف واحد، أنت قلت لي لا، المنتخب الفلسطيني يختلف عن موريتانيا في مباراة الافتتاح. وجهة نظري أنه هو اللقب سيكون صراع أفريقي. أفريقي كابتن. النهاردة فلسطين حاولت تستفيد من درس لبنان مع مصر. لعب نفس الطريقة 5-4-1، أنت عارف تكتل في وسط ملعبك، أمن بشكل كبير. لكن النهيري طبعا كسر هذا الحاجز زي ما حضر الوطار قال، بتسجيل هدف كبير يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي حارس فلسطين، لأن في الآخر الكرة أولا من بعيد ضربت في إيده ودخلت، دي فتحت المجال تماما قدام منتخب المغرب. وأعتقد النتيجة زادت بناء على الاجتماع اللي عمله بدري بنون كابتن الفريق مع اللاعبين بعد صفارة نهاية الشوط الأول مباشرة جوه الملعب. يعني كتير يقول لك طب ليه هو ما راح في أوضة اللبس، أوضة اللبس بتاع المدرب، لكن هنا هو ككابتن في وسط الملعب قال لهم لا، لازم نلعب على الجناب، لازم نضغط بشكل معين، لازم انت كنت معاهم يعني. المرتد قلب حاسس حلو. لا مش عارف. وقال لهم فرقت لا اتقالت بعد كده صحيح، انت بتعرف كل حاجه اهو. ففرقت كتير في الشوط الثاني 3 اهداف، وبعدين كده نقدر نقول الفرق الافريقيه في الجوله دي سجلت 5 و4 و4. دي رساله للفرق الاسيويه في المرحله اللي جايه بعد كده. بعمل لك كده، لا بعمل لك الاسيويه. لا هو بكرم واضح هذا من حيث الاداء وليس فقط النتائج. يعني لا تزعل، في جدية. احنا من اسيا، انا ماني جاي من ماني جاي من اوروبا، بس بصراحه يعني لما بيتاهلوا 5 من افريقيا مقابل 4.5 من اسيا هنيك، يعني عم تحكي غانا، الساحل العاج، مصر، تونس، جزائر، مغرب، كاميرون، توغو، جنوب افريقيا، مالي، عد وغلط عندنا هون الامور. خلينا نروح لفاصل إعلانه بعده.